يكفي يا ربي، يكفي ميرا، يكفي. جنول، جنول، وقفي جنول، جنول. أنا مو من زمان قلت لك إنه تزتي كل الشغلات المتعلقة بالشاه بزبالة وما تخلي غير الشيء اللي قلت لك عليه؟ ليش ما كبيتي الصورة؟ ويمكن لسه في غيرها. ستي انت لسه شو عم تخبي عني لسه شو في مصايب مخباية بهالبيت انا ما بعرفها؟ مشان الله احكيلي، كل يوم بدي اعرف شي جديد، كذبة جديدة وسر جديد. شو ضل؟ لسه شو في شغلات ما بعرفها؟ ابني ميران انت عن شو عم تحكي؟ شلون مات اخوها لجنول؟ احكيلي يلا. مين يلي عم يحاول يشوش لك عقلك؟ سألتك شلون مات اخوها لجنول؟ امي اسماء انت احكي لي، هو شلون مات يا ترى؟ معناتها مرت عمي معها حق. عمي ضرب ميران. سلطانة انت بتعرفي انا بشو ضحيت لحتى وصل ميران لهاليوم يا اسماء، وحتى انت الوحيده اللي بتعرف. اي خانم بعرف منيح، واكيد انت بتعرفي منيح انه انا مستعده اقتل يلي بيحاول يشوش عقل ميران باستغلال الشغلات يلي خبيتها عنه، مو هيك؟ بتمنى ما يكون لك اي ايد بموضوع الرساله، بس اذا اكتشفت الحقيقه قبل ما تخبريني فتخيلي شو رح تخسري وقتها. فكري بالموضوع، فكري بفرات بالأول.